صباح الخير عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الحد كي كتعرفوا ما كاين حد، شكون اللي عقل هذه الاغنيه هذه؟ حنا كنقولوها ملي كنا صغار. هذه السبع ديال الصباح فقت باش غادي ندير واحد البرانش لوليداتي وراجلي. هنايا درت القهوه ديالي، ما غاديش نفطر، غادي غير باش نشربها وصافي حتى نفطر معاهم. سي جوست ان كافي نوار. دونك هاد الحد كي كتعرفوا سي لو سول جور فلا سيمين اللي كيكون ليبر، لا في النعاس ولا في بزاف ديال الحوايج، لان لا سيمين كتكون شارجي. السبت كيكون سي بور لي سورتي ديال لا فامي ولا لي كورس ولا لي زاكتيفيتي ديال الدراري. دونك الحد هو اللي احنا كنفيقوا فيه معطل، كناكلوا فيه معطل، يعني الروتين ديالنا ديال الحد كلشي كيكون فيه ديكالي. دونك مره ما نقول لكمش كل حد كنديرو، غادي نكذب عليكم، مي مره كندير هاد القضيه هادي، مي فريمون ملي تكون راشقالي وملي تكون بزاف الحوايج متوفرين. دونك فوالا، وغادي نبارطاجي معكم، ربما تلقاو فيه شي فكره ولا شي حاجه اللي تعجبكم. ودابا غادي نشرب القهوه ديالي. الله 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 السوسة، بقيت كنهضر معاكم ونسيت ما درتش السكر. معليش صايف. من بعد ما بدلت حويجاتي غنبارطاجي معكم اول غوسيت اللي هي المادلين. غادي نحتاجو فيها ان بو ديال الياورت. هنا خديت انايا البيستاش، نتوما تاخذوا اي قول اللي بغيتو، ماشي اوبليغاتوار بيستاش، مي انا كيعجبني. وبنفس هاد لو بو هذا غادي نعبروا به كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيدة، يعني بو ديال السنيدة اي بو ديال الزيت، وربعة البيضات وربعة ديال لو بو ديال لافارين، وكنزيدو عليهم جوج ديال الخمارات وحدة سكر فاني وقريصة ديال الملح فوالا، والمول اللي غادي نديرو فيه هاد المادلين. من بعد ما كملنا التخلاط ديال المقادير كاملين، كتعطينا هاد لا تيكستور هكذا، كناخذوا المول وكنديروا فيه هاد الكويختات. مي نتوما تقدروا ديروه ديريكتومون، مي انا محتاجاهم باسكو فيهم لو روج سافا فيك لا ناب لي غادي نبريزونتي به لا طابل. دونك من بعد كتدخلوه الفران على 180 درجه ولا 200 على حسب الفران ديالكم. وغادي ندوزو نحضروا الوصفه الثانيه اللي هي بانكيك. غادي نحتاجوا فيها جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، ونفس الكاس اللي غادي نعبروا به المقادير كامله، نص كاس ديال السنيده، فانيا وحده، قريصه ديال الملحه، ثلاثه الكيسان ديال الحليب، وجوج خمارات، وربعه الكيسان ديال لافارين اللي عبرنا بنفس الكاس. وهادو للتزيين غنحتاج الكراميل الشوكولا والمونغ. Thank you.
من بعد ما خلطناه كنحصلوا على سائل بحال هكذا، كندوزو نسخنو المقله ديالنا، وكنستعملوا هاد الدوزور هذا. الا عندكم الا ما عندكمش كتاخذوا المغرف كتديروا بها كتعبروا بها على حسب بغيتوها صغيره ولا كبيره. دونك هذا الاولى درتهم بالمغرف، يا ابخي غادي تشوفوا بداك الدوزور كيسكو سا دون. ملي كتبدا هاد التقيبات كيبداو فيها في الفوق، يعني ان لتحت طاب قلبوها. باغ كونطخ نقصوا عليها البوطه، ما تجهدوش عليها في الطياب، لان دغيا كيطيب هوايا كيف كتشوفوا على هذا الشكل هكذا. وكنستمروا حتى الاخر. وهنا كنستعمل هذا اللي كيدوزي، كدوزي به لا كونتيتي اللي بغيتي، وهو في فينالمون كيعطي نفس الحجم نفس الطريقه، غير هو كيسهل شي شويه على هذيك المغرف. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين على هذا الشكل هكذا، وفي واحد اللون ذهبي رائع، وتف البنه هو ديالو زوينه. ودابا غادي ندوزو نحضروا لي كريب. غوسيت ساهله ماهله، كنحتاجو فيها 500 غرام ديال لا فارين، جوج معالق كبار ديال الزبده، 4 ديال البيضات، و 800 ملي ديال الحليب، وعندك واحد القريصه ديال الملح حتى هيايا. اي فوالا، سالينا التخلاط. دابا غادي ندوزو للطياب، كنسخنو المقله ديالتنا وكندهنوها بشي شويه ديال الزبده على هذا الشكل هكذا، وكنديروا الكريب يطيب. والكريب الا بغيتو يجيكم مزيان، ملي كتبداو طيبو قبل ما تطيب نهائيا من الجهه، كتقلبوها غير تشد شي شويه كتقلبوها، من بعد تقلبوا على الجهه الاخرى وتعاود تقلبوا على الجهه الاولانيه، حيت ملي كطيب بزاف من التحت ملي كتقلبوا على الجهه الاخرى ما كطيبش مزيان.
هذا هو الكريب ديالنا ملي كملناه في الطياب كامل. كي كتشوفوا كيجي طايب مزيان من الفوق ومن التحت، وسيرتو كيكون رقيق بزاف يعني ما غلطش. والوصفه كي قلت لكم في الاول راه ساهله ومقاديرها حتى هما ساهلين وكتكون ناجحه 100%. ودابا وصلنا للمرحله النهائيه اللي هي مرحله التقديم. كي كتشوفوا هنايا اعتمدت على لوبوا باش نقدم فيه كاع هذوك الوصفات اللي بارطاجيت معكم، ودرت لا ناب هنا غوج. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يكون عجبكم، وتكون هاد الفكره تاعي عجبتكم واستفدتوا من شي حاجه اوموا. وان شاء الله نتلاقاو في رونديفو اخر وفيديو اخر تا هو غيكون مختلف ان شاء الله.